تحت إشراف وزارة المالية وبشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بالوسط، اليوم تنعقد الندوة الإقليمية حول قانون المالية 2017. مشاهدينا تابعونا في التغطية. حضرات السيدات والسادة الكرام، يندرج تنظيم هذا اللقاء الإقليمي في إطار تبسيط مقتضيات قانون المالية الاقتصاد الوطني ومعالجة اختلالات التوازنات المالية في الدولة، كما نود الوقوف على موارد مالية هامة تساهم في تغطية العجز المالي للدولة عوضاً عن توظيف ضرائب إضافية تثقل كاهل المؤسسة وتحد من قدرتها التنافسية. اليوم نظمنا الندوة الإقليمية بالنسبة للقانون المالية 2017، فرصة للمتعاملين الاقتصاديين باش يصير نقاش مع إطارات في وزارة المالية باش يعبروا على مشاغلهم ومشاكلهم وشنو الصعوبات اللي قاعدين يواجهوا فيها بالنسبة لمؤسساتهم. هو صحيح اللي يلزم فما إصلاح جبائي، خطر الدولة قاعدة تعاني في أزمة مالية كبيرة، ولكن يلزم ديما ناخذ بعين الاعتبار توازن متاع المؤسسة اللي هي نعرفوا اللي قاعدة تساهم المؤسسة في دعم الاقتصاد متاع البلاد، والمؤسسة هي اللي قاعدة تشغل، ولذا يلزمنا نعطيوها نخموا على الاكيليبر متاعها، يعني التوازن متاعها باش نخليو لها المنفس باش تزيد تتطور وتزيد تشغل وتزيد تنمو، خاطر اذا باش نكثروا من الاداءات يحتمل فما مثال يقول كثره الاداءات تقتل الاداءات، يعني تخو دامبو تو لامبو، ولذا يلزمنا زاده نخموا على العداله الجبائيه. العدالة الجبائية بالنسبة للبعض، يعني ما نقولوش اللي في حرف الحرة ولا غيرهم، اللي ما عندهمش الشعور بالمسؤولية اللي هي واجب علينا الناس الكل باش نخلصوا الأداءات متاعنا. وبالطبيعة زادة الضرائب الجديدة تجم تقلص من التنافسية متاع المؤسسات، يعني المؤسسة تولي مقاش تجم تزاحم ولا تنافس المنتوجات اللي تجينا من الخارج. يعني فما العديد من المشاكل اللي إن شاء الله بشلومة باش نطرحوها ونحاولوا نلقاو ونخرجوا بحلول إيجابية ونرجعوا شوية الأمل لأصحاب المؤسسات في هالظروف الصعبة. اليوم حاضرين رجال أعمال وأصحاب مؤسسات في الندوة الإقليمية لمناقشة قانون المالية 2017. أنت يعني صاحب مؤسسة، وين تشوف القوانين اللي في 2017؟ والله بالنسبة أني عشت في ألمانيا 32 سنة، ونشوف ما ينجح البلاد إلا القانون، والقانون هذا نشوف عنده مستقبل. القانون ألا يفرض على الناس باش تخدم على أرواحها وتكون تصرح بكل صراحة وكل وضوح.
نرى فيه ثم مستقبل اذا كان نواصلوا الكونترول نتاعو. بالنسبة للتهرب الجبائي، الموضوع هذايا وزارة المالية خدمت عليه في إطار مشروع إصلاح المنظومة الجبائية، وهو كان محور معناه من بين المحاور الأساسية اللي اندرجت ضمن المشروع الإصلاح. وعملت وزارة المالية من خلال مختلف قوانين المالية على تجسيم القرارات والتوصيات اللي جات في مشروع الإصلاح المنظومة الجبائية المتعلقة بالتهرب الجبائي، وقاعدين نمرروا معناها في الإجراءات هذه سنويا عبر قوانين المالية للتصدي لهذه الظاهرة. وقانون المالية لسنة 2017 معناها تضمن إجراءات تتعلق بمكافحة التهرب الجبائي، منها معناها إرساء خلية لمكافحة التهرب الجبائي، فما إجراءات أخرى تتعلق بعدم طرح الأعباء اللي يتم معناها المتعلقة بمكافآت راجعة إلى أشخاص مقيمين بملاذات جبائية. ويعني هذايا معناها ماهوش ما انحصرش كان في قانون المالية هذايا، احنا معناها البرنامج هذايا نتاع مكافحة التهرب الجبائي بدينا به معناها منذ انطلاق مشروع إصلاح المنظومة، وفما عدة إجراءات ضمنتها قوانين مالية سابقة وحتى قانون مالية هذايا في هذا المجال.